السلام عليكم حبايبي الحلوين الشطار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مس مريم، والنهارده جاي اتكلم معاكم عن موضوع هيعجبكم خالص. بس الاول هفكركم، في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الجلد واهميته. طيب هو الجلد ده قلنا عليه ايه؟ قلنا عليه ان هو عضو من جسم الانسان. فاحنا عندنا كده رحله جميله، الحلقه دي والحلقات كمان الجايه هنتكلم فيها عن اعضاء جسم الانسان. اوعوا تفوتوا الحلقات دي، بجد هتنبسطوا. النهارده بقى هنتكلم عن عضو مهم جدا 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 في جسمنا، اسمه القلب، او احنا بنقول عليه القلب. طيب هو ليه القلب مهم وايه دوره وايه اهميته؟ ركز معايا وانت تعرف. يلا كده نقرا ونتعلم اكتر عن القلب. القلب هو عضو عضلي، ركز معايا كده. يعني ايه عضلي؟ يعني ايه عضو عضلي؟ عضلي يعني بيتكون من عضلات. وهقول لكم على معلومه هكررها كتير بعد كده، اي عضله بتقدر تتحرك. كمان مرة، أي عضلة، طبعا مش كل أنواع العضلات، بس في الغالب العضلة دورها إن هي تتحرك، لأن في عضلات يعني بتتحرك بس يعني ليها أنواع مختلفة. فأنا مش عايزة ألخبطك، بس خليك مركز كده، العضلة بتقدر إيه؟ تتحرك. طيب يبقى العضو ده أو القلب اللي هو عضو عضلي بيقدر يتحرك، حجمه قد إيه؟ حجمه قد حجم قبضة اليد. يعني إيه؟ يعني كل واحد فيكو كده سواء كبير أو صغير يعمل إيده كده أهو ويشوف ويبص كده على ايده، ايه ده؟ قلبك قد ايدك وهي مقفوله بالشكل ده. ده معنى ان حجم القلب قد حجم قبضه اليد. يبقى لو بابا بقى اكبر منك اكيد ايده اكبر منك، فهيبقى قلبه اكبر منك وقد قبضه ايديه. يبقى كل واحد على قد سنه بقى. يبقى كده دلوقتي عرفنا ازاي نعرف قلبنا قد ايه. دي معلومه انا عارفه ان هي لطيفه جدا، جربوها كلكم. طيب تاني حاجه، القلب موجود فين؟ موجود بين حاجه اسمها الرئتين. ايه الرئتين دول؟ هرسم رسمه صغنونه كده. الرئتين دول موجودين في صدرنا كده من الداخل، بيبقى شكلهم عامل كده اهو، عاملين زي البالونتين كده الكبار. هو بقى موجود في الحته دي كده بينهم، هوريكم شكله في الصوره الجايه ان شاء الله. طيب يبقى هو موجود بين الرئتين. طيب القلب ده بقى بيعمل ايه؟ ايه دوره؟ ليه هو مهم كده؟ القلب يا ولاد مهم علشان خاطر هو بيمتلئ بالدم. هو الدم موجود فين؟ عاوزاك تتخيل معايا كده، الدم يا ولاد موجود في كل حتة في جسمك، كل حتة في جسمك فيها دم. طيب ازاي يعني؟ اكيد حد فيكم في يوم من الايام شكوا دبوس او اتشك في اي حاجة مثلا زي صبارة اي حاجة، وطلع كده نقطة دم صغننة. يعني الدم موجود في تنتفة صغننة في جسمك، يبقى الدم واصل في كل حتة في جسمنا. طيب ازاي بقى الدم يقدر يوصل في كل حتة كده؟ وهل الدم ده موجود كده في مكانه على طول ولا بيتحرك؟ الدم يا ولاد دوره انه بينقل الغذاء لينا ولكل خلايا جسمنا الصغيره قبل الكبيره. طيب بيوصل ازاي؟ مين اللي بيوصله؟ القلب هو اللي بيوصله. ازاي؟ القلب بيتملي بالدم عن طريق الاوعيه الكتيره اللي موجوده فيه، اللي هي دي شايفينها، دي بتدخل الدم وبتخرجه من القلب. طيب لما بيخش القلب بيحصل ايه؟ بيبتدي القلب يعمل كده، مش احنا قلنا القلب ده عضله وبتتحرك؟ يعمل كده. فلما يعمل كده يزقه ويدفعه، بالظبط زي لما انت تكون ماسك بالونه فيها ميه وتعمل كده فيها فتزق الميه بره البالونه، هو ده دور القلب. طب لما بيعمل كده وبيزق الدم بيروح بقى في كل حته في جسمك. طيب ده كل حته في جسمي دي يعني مكان كبير قوي، يعني القلب قوي قوي كده؟ القلب قوي قوي كده، بيقدر يدفع الدم لكل جزء في جسمك. طيب يعني ايه يتسع او ينبسط؟ يتسع يا ولاد يعني بيبقى مليان كده وبيبتدي يدفع كده الدم، ده بنسميه انقباض، او ان هو بيزق الدم يعني. وبينبسط يعني بيسترخي وبيتجمع الدم تاني من جسمنا. يعني هو القلب بيعمل ايه؟ بيدفع الدم ويجمعه تاني، بيدفع الدم ويجمعه تاني. واحد فيكم يقول لي طب هو ليه كل شويه يقعد يعمل كده؟ يعني ليه رايح يودي الدم ورايح يجيبه؟ عشان خاطر حاجه مهمه جدا، ان هو لما بياخد الدم كده تاني بيوديه للاعضاء تانية اخرى هنعرفهم ان شاء الله في الحلقات الجاية. طيب ينقبض القلب فيدفع الدم الى الاوعية الدموية الموجودة في ايه؟ في جميع اجزاء الجسم. طيب هيوديه لكل حتة في جسمي زي ما انا قلت لك. طب بعدين زي ما قلنا طبعا بيضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم برضو، يعني هو بيدفع الدم في كل حتة في جسمي. طيب لسه كنت بقول لك هو بيتعامل مع اعضاء تانية، الاعضاء التانية دي بياخد منها ايه بقى؟ بياخد منها الغذاء، بياخد منها حاجة اسمها الاكسجين، ودي مهمة جدا. بياخدهم يوزعهم على كل حتة في جسمي عشان يستفيدوا ويتغذوا.
طيب بعد ما اتغذينا بقى وبقى عندنا غذاء، بيكون في حاجه اسمها فضلات او حاجه مش مفيده مضره لينا، يقوم جاي مجمعهم تاني منهم ويوديهم لاعضاء تانيين اسمهم اعضاء الاخراج عشان يخلصنا من كل السموم اللي في جسمنا. يعني القلب مهم جدا، وهو يعتبر مسؤول عن ضخ الدم في كل حته في جسمي. يلا نكمل. يبقى يضخ القلب الدم المحمل بالايه؟ بالاكسجين. الدم اللي جاي مليان اكسجين. طب بيجي منين ده؟ شايفين الصوره دي؟ دول اسمهم ايه؟ لسه قايله لك عليهم من شويه، اسمهم الرئتان. الرئتان دول دورهم مهم جدا. بيعمل ايه؟ بياخدوا، شايفين الرئتان دول اصلا متوصلين كده بالانف، عارفين الانف؟ الانف بنشم كده وندخل الهواء، بيكون مليان مين؟ لما الهواء بيدخل كده جوه من الانف كده بيكون مليان حاجه اسمها الاكسجين. الاكسجين اكتبه لكم برضو كده عشان تعرفوا. الاكسجين ده غاز مهم جدا 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 عشان نفضل عايشين، لو ما دخلش بنموت. طيب لما بيدخل هنا بيبتدي يدخل جوه الرئتان هنا، والرئتان دي في نهايتها بيكون في حاجه اسمها اوعيه دمويه بتاخد الاكسجين ده عندها. يعني اوعيه دمويه يعني فيها ايه؟ برافو عليكم، فيها دم. ياخد الدم ده يروح لفين؟ يروح هنا للقلب. الدم اللي مليان اكسجين ده وكمان بيكون مليان عناصر غذائيه يروح للقلب، يقوم جاي القلب موزعه في كل حته في جسمنا. يبقى احنا كده القلب بيقوم بدور مهم جدا، يضخ القلب الدم المحمل بالاكسجين وكمان العناصر الغذائيه الى جميع اجزاء الجسم، فبالتالي كل حته في جسمي تستفاد. يبقى دور القلب ده دور مهم ايه؟ مهم جدا جدا. يبقى يضخ القلب الدم مليان اكسجين يوديه في كل حته في جسمي. طيب عاوزاكم تركزوا معايا، هو القلب بيدق كام دقة في الدقيقة؟ بيدق كتير، عارفين بيدق قد إيه؟ بيدق عدة مرات، أنا هقول لكم كمان الرقم، بيدق تقريبًا 70 أو 60 أو ممكن 80 دقة في الدقيقة، الدقيقة الواحدة، يعني أسرع من الثانية، تمام كده؟ طيب، بيستمر طبعًا قلبك في النبض على طول طول ما أنت عايش، لو القلب وقف لا قدر الله الشخص ده بيموت. يبقى القلب طول ما احنا عايشين بيقعد يدق 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 ويضخ الدم في كل حته في جسمي، يبعت الغذاء ويرجع الفضلات وهكذا، وده دوره. واحنا زي ما قلنا من غير القلب ومن غير ما هو ينبض احنا بنموت. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بس احنا لسه مكملين الحلقه الجايه، حلقه التمارين، اوعوا تفوتوها. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.